السكينة ونفصل الأخيرة كاملة داش قلبي كنقول كان نخدم واش كانت بدا السلطة الوصية كدير ماسك بعض المؤسسات الإدارية ما نقولوش راه واحد فاش ندير مؤسسات أخرى بحال الوكالة العربية فاشلة في الصويرة بجميع المقاييس فاشلة رجعات الصويرة لو كان ما كانش كيدخل عامل إقليم فبعد بعض المشاكل وبعض المعيقات خصوصا السكن وحنا في الحزبة كذلك في عدة أشياء وشي كذلك بعض الناس اللي حكموا هو الناس ديال الرياضة وكذلك ساهموا معنا بواحد التصرف كبير عكس الناس كانوا قبل منهم وهذه إشادة لأنهم عندنا لم يشكروا للناس لم يشكروا للبعض ولا ما كنعترفوش بعض الناس هو سواء أطر ولا سواء مواطن ولا سواء مجتمع مثلا كيد واحد موهبة عويصة وصعيبة ويمنح حقوقهم وصحتهم وش هذا الأمر ما يمكنش غادي يعترف بين الشباب ولا غادي يزيدوا القدام شكرا السيد الرئيس كما تعلمون أن زيش الجامعة الترابية وهناك الجامعة المهدية وهناك أيضا زيش الجامعة في إطار الدستور الجديد 2011 المشرع المغربي أعطى زيش الجامعة لا كومبيتونس اختصاص وصلاحيات كبيرة بشكل جهوي بالرغم أيضا عمليت إدارة التنمية الجهوية عبر التنسيق بين مجموعة من الفاعلين الترابيين لأن المحور اللي خلينا اليوم هو نجاحة السياسة الترابية التواصل بين هذه الفاعلين هو أحد أهمية هذه النجاح مؤخرا وهذا الأستاذ السيد راه في هذا المجال أن مخططات التنمية الجهوية للبي دي إف جات في سياق تحسين التناسق بين الفاعلين الترابيين تعلمون أن مجالس الجهات كلها قامت بإنجاز مخطط التنمية الجهوية تم المصادقة عليه هذا المخطط يروم تنمية الجهة وإشراك مجموعة من الفاعلين في هذا المخطط الجهوي أول مرة جهة مراكش أو جهة الرباط أو جميع الجهات في المملكة يسوقوا دان بلون أو ديفلوبمون ريجيونال ألون تيرم كلير بميزانيات محددة السيدة نسيمة تواتي ممثلة مجلس الجهة سؤالي بسيط أعتقد السؤال الأول هل راعيتم في إنشاء هذا المخطط المقاربة التشاركية؟ بمعنى هل نزلتم إلى الأقاليم؟ هل استدعيتم جميع مجموعة من المدخلين في سيارة هذا المخطط؟ السؤال الثاني على مستوى التنفيذ كيف سيتم تنفيذ هذا المخطط؟ ما مدى تدخل هذه الفاعلين في تنفيذ كل شخص هذا المخطط؟ لك الكلمة سيدة تاتي السلام عليكم بالنسبة لي أنا سفيني وشكرا لك لا ولكن إذا شكرا لهذا الدواء المؤتمر الرئاسي لسنة 93 من مدينة الصغيرة ومنتخبة في مجلس جهة مكتب الشعبية وكذلك رئيسة لجنة دائمة بمجلس لجنة التعاون والشراكة والعلاقات الدولية إذا جيت هنا لكي تشارك مع أبناء مدينتي والقطط والناس الأكفاء اللي عندهم بشرطة والناس العين أساتذة باش نتفاعل الحوار ونكونوا في التواصل مع خصوصا الشباب وأنا اللي جميل من الشباب أكثر مما هو الأكاديمي لأنهم حنا دابا في مشروع جديد في منظور جديد للدولة الحديثة الدولة المواطنة ولا ما تشافناش كنا وما خافناش كنا ما غاديش يكون إذا الموضوع جد مشوق وموضوع تاع الكوميونيكاسيون كنقولوا أن الكوميونيكاسيون اللي كتشرح في الشخص اللي تكون شرح الكوميونيكاسيون ما تقدرش نظر ولا تتواصل مع شي حد إلا ما تنتقش ما تنتقش ما عادش نظر ولا ما عطيكش بالو إذا أنت نظر لأنه أظن أنه المشكل الأساسي هو مشكل الثقة وكذلك مشكل الثقافة اللي كانت تتخط قديم بعد قبل أيام الاستعمار تأسيس الدولة فكانت تأسيس الدولة كانت مع حساب مجموعة من العوامل القبلية وكذا وشطت في هيبة الدولة فما كانش الكوميونيكاسيون كانت الحفاظ على المعلومة ما كانش هناك ما تنقلوا مشاركة المواطن من أجل المعلومة فهنا هذه المقاربة مقاربة جديدة من الدستور 2011
بان لك واحد الوطش جديد اللي ما تخافناش جميعا ما غاديش يكون هذا النجاح تاعك. اذا ونورمالمون كان الاستاذ السمران رئيس اللجنه تاع التعليم العرب، لكن جبني ابن عمو باش نبين انهم العام المهم وصلوا الصدور كما من اي بنابطيك الكاسكات ما تنجموش هنا اللون السياسي باش هذا كما هو الهدف اللي تنشاطه. كما تنعرفوا بانه دابا تقام في الدستور بان الجهه خدت السياده والرياده وخدت بزاف على الابعاد اختيارها، خدت على الابعاد اختيارها انجاز واحد المخطط تنموي على يكون على مستوى قريب ومتوسط وبعيد قريب. وكانت الجهه هي جهه جديده فريده في نوعها واول الاولى في نوعها بانه كان قبل الانتخاب غير مباشر. يعني تمثيليات إما تاع النقابات المجتمع النقابات المنتخبين الغرف المهنية كانت تدير التمثيلية، دابا لا، دابا جا اختراع مباشر، إذا مواطن عادي تاي منتخب عنده واحد الخدمات تبغي توصل صوته، منها حنا أنا مع عمر كانت هذي شي تجربة سياسية، هذي أول مرة كنت بانت شي فوق كنت نقول حنا خدامين، ما نقدرش نقيم العمل ديالي ولكن كل لحظة تنشتغلوا والمنتج تشتغلوا على أهم حاجة هو التواصل، التواصل تكون قريب تعطي المعلومة، شي واحد بيصور شي حاجة يهز التليفون يكتب ميساج تنجبوه هذا هو المهم. إذا هذا